ديجرام. يعني ايه الكلام ده؟ طب نشوف الاول ايه المعطيات اللي موجوده عندنا. بيقول لي مديني خانه للاليفيجن يعني المنسوب، مديني خانه للاريا المساحه اللي موجوده فيها الميه اللي ورا السد، الفوليوم حجم الميه الموجود. ايه اللي هعمله؟ كان في رسمه في المحاضره اهيت، في المحاضره الاولانيه المعطيات ديت مهمه، دي اللي هي من الاخر هنرسم من الاخر يعني، وسهله جدا 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 يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي برسم محور اللي هو بتاع الاليفيشن او المنسوب على محور ص، وعلى محور س برسم الاريا، برسم النقط ديت على شكل كيرف. وادي اللي بعدها كمان، ده اللي هي الستورج كاباسيتي اللي هي الفوليوم على الاليفيشن اللي هو المنسوب على محور ص، والستورج كاباسيتي على محور س، برسم النقط برضه اللي هي دي. بس دي لو بصيت على الارقام دي نفس ارقام الشيت هتطلع معاك كده. اهي ادا الاليفيشن وادا الاستورج، مره اعملها الاستورج ومره اعملها الاري، يطلع معاك منحنى بالشكل ده. طب كومبايند يعني كومبايند انك تحط المحور بتاع الاليفيشن ده في كمحور صاد في اليمين وفي الشمال، ورسمت له في تقاطع كده بينهم تقريبا موجوده في الاستورج اللي بعدها. اهي اللي هي السلاين دي، بس دي كل اللي يعني نطبقها ازاي. انا هعملها لكم على شيت اكسل بسيط قوي قوي. كبر الصوره. عملت ايه هنا؟ عملت جدول في الاليفيشن اللي هو المنسوب بالمتر زي ما هو مديله في الشيت، والاريا زي ما هو مديها في الشيت برضه، والفوليوم. طب ايه الكوميوليتيف ده؟ كوميوليتيف للحجم. يعني ايه كوميوليتيف للحجم؟ انت زي ما بقول لك عند منسوب مثلا كذا كان الحجم بتاع الميه عند الصفر، حطيته صفر. طب اللي بعده الخانه اللي بعدها جبتها منين؟ قلت صفر زائد الكميه دي بقت دي. طب اللي بعدها جبتها منين؟ جمعت الصفر ودي ودي. ممكن تعملها بسهوله جدا من على الاكسل انك بتحط، اظن الناس عارفاها ولا اشرح يعني ازاي؟ اهو الناس برضه ما تعرفهاش. انا لو عندي مثلا قيم 1 2 3 4 5 ماشي، وعايز دول كوميوليتف يعني مثلا انت تجميع، بدل ما اقعد اجمع 1 زائد 2 وكده 3 والكلام ده، اول حاجه بكتب اللي هي الواحد دي. انا عايز اجمع 1 زائد 2 3، بعد ما اكتب يساوي الخانه ديت زائد الخانه ديت، اقول يساوي بقى 3. طب بعد كده اقوم شادد السهم ده هيجمع لك تحت ده كله بالاكسل، اللي اسهل جدا 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 يعني. معايا يا شباب؟ مش سامع صوت خالص ليه الناس؟ مش منسين معاك يا باشمهندس. الموضوع سهل اسلام. ايوه يا باشمهندس. الموضوع سهل ولا ايه؟ والله الموضوع سهل اهو ان شاء الله. ان شاء الله. اول حاجه عملت ايه؟ اول مطلوب عندي كان طلبه بيقول لي عايز حاجه اسمها الاريا اليفيجن كيرف. الاريا اليفيجن كيرف ان انا هحط محور ص ده او الواي الاليفيجن والسين اللي هو الاريا، ورسمته. لو عايزين اشرح لكم بترسم ازاي سهله جدا، اشرح لكم على اكسل. شباب مش احنا في الامتحان بنرسم ورقة؟ ده في الامتحان هترسمها بقلم ورقة، على قلم ورقة. حد عايز اشرح له دلوقتي على الاكسل؟ مفيش مشكلة، مش هتاخد بالظبط 3 دقايق. ها ماشي يا هندسة، اشرحها. نخش على الامتحان على طول. اشرحها ولا بلاش؟ دي الامتحان يا هندسة. نشرحها سريعا كده. نعمل ايه؟ انا عايز ارسم علاقة من الدرجة الثانية، أو سواء علاقة خطية أو علاقة الدرجة الثانية بين مجموعة من البيانات. ده مثلا عندي الاليفيشن ايه، وعايز ارسم الاليفيشن والاري. بعمل حاجة اسمها insert، وبعد كده بختار مثلا زي سكتر دي كده مثلا. أول حاجة بنضف اللي جوه ده كله. طب استنى أول، خلنا بره كده عشان أنا كده ضغطت جوه، دي كانت مرسومة أساسا. أهي خلنا بره خالص. أهي insert.
يعني الوحده فاضيه خالص يعني. بعمل ايه؟ اتك عليها كليك يمين بعمل سيلكت داتا. انا عايز اعمل ما بين ايه وايه، بعمل اول اد عايز اسميها ايه براحتك، زي ما اسميها مثلا ترسم تقول مثلا ايه الفيجن وريت، ام كاتبها هنا كده في سيريز نيم دي طب سيريز اكس، ضغط على العلامه دي انت عايز مين اللي يكون محور اكس، احنا قلنا عايزين الاريا هي اللي يكون محور اكس، تقوم فاتح وتقوم ضغط على العلامه دي دين. طب عايز مين يكون محور واي، عايز الفيجن تكون هي محور واي، بتقول له اوكي، بتقول له اوكي هرسمها لك كنقط، هذا محور واي وده محور اكس. طب انا عايزها مش نقطه، انا عايزها مثلا خط مستقيم او عايزها منحنى من الدرجه الثانيه، اعمل على النقط دي كليك يمين شينج سيريز شارت تايب، وانا عايزها من درجه ثانيه اهي، من درجه ثانيه عايز من درجه ثانيه وعلى نقط يعني ما برضه فيش مشكله ماشي. وعندك اشكال تانية، بص زهرة فوق عندك عايزها بأني لون، تمام هيدي كلها اللعبة في الاكسل. طب انا عايز اظهر محور، عايز اكتب هنا الفيجن وهنا اري، تعمل كده اهو على الزائد دي اكسس تايتلز، وتكتب هنا زي ما انت عايز، عايز تكتب ايه اكسس تايتل هنا وهنا برضه تكتب زي ما انت عايز، بس كل الحاجة يعني مش عايز اقول لك دي ما خدتش الحمد لله 5 دقايق. ماشي يا محمد عبد الحميد، تمام هندسة ماشي جديد فينا كده، قال لك كم سيكشن جديد؟ لا هو سيكشن واحد، كان عندي حالة وفاة والله. البقاء لله يا حبيبي، هذا كلام هندسة. محمد طارق يا ولد عامل ايه؟ اه الحمد لله بتحسن واحدة واحدة كده بجد والله الحمد لله. فاء يعني؟ لا ما فاش، بس هو ال الوظائف الحياة بتاعته ظبطت شوية. طب الحمد لله، حد يروح يزوره ولا ممنوع حد يدخل له اصلا؟ لا ما ردوش يدخلونا، ربنا يرجع ان شاء الله بالسلامه باذن الله يا رب. دي اول حاجه رسمنا علاقه ما بين الاليفيجن والاريا، وكان عايز اسمها اريا اليفيجن كيرف، عملت محور واي هو الاليفيجن ومحور اكس هو الاريا. طب المطلوب بعد كده عايز الكيرف ستورج اليفيجن كيرف، اللي هو العلاقه ما بين الاليفيجن والفوليوم، بدل الاريا دي يكون اكس هتبقى ايه الفوليوم اهي مرسومه تحت اهي، نفس الكلام اللي عملته بالظبط. طب الكوميوليتيف، كوميوليتيف اللي انا عملت جمعت دول بس بتوع الفوليوم مش بتوع الاريا، جمعت دول بتوع الفوليوم ونسقطهم في الجدول وارسم علاقه ما بين الاليفيجن وبين الكوميوليتيف، بحيث يكون الاليفيجن هو محور واي وكوميوليتيف هو محور ايه اكس. طب اخر حاجه بيقول لك عايز كومبايند دايجرام، اللي هو هتحط ايه بقى كومبين ديجرام. شفت المنحنى بتاع محور اللي هو بتاع الاليفيجن كيرف ده اللي هو ده، هتعمل تطابق ما بين ده اهو وما بين اللي هو الايه الاستورج ده. ازاي يعني؟ انت الاليفيجن ده هتعمله منحنى زي ما هو مرسوم كده، هتقوم عامل ومدخل ده على ده، هيترسم منحنى من الدرجه الثانيه عكس ده بالظبط، يعني ده هتعمل له ميرور الجهه الثانيه كده ماشي، وتعمل هنا محور ايه الاليفيشن برضو، ونفس القيم برضو بتاعت ايه الايه الفوليوم، يعني الاري يعني محور اكس يبقى اللي انك تقسمه تعمله اريا اللي هو حسب مثلا 10 20 30، والفوليوم برضو على حسب برضو ديت 50 60 كده يعني، يا رب يكون المعلومه قصدي واصل، ان دي غلط الكومبايند دي غلط، انه هنا عامل الاليفيشن هو المحور اكس والاريات هي اللي محور واي، المفروض العكس، المفروض الاليفيجن هو محور واي والاريا والفوليوم هو محور اكس. ودي بصراحه صعبه اللي هي تجيلك في الامتحان، يعني هتقعد ترسم ده كله في ورق بياني وبعدين دي شغاله بالمليون، بس برضه يعرفها محدش عارف الدنيا فيها ايه. نيجي للي بعد، check stability of the dam shown in the in blue figure against overturning. يعني هندسه بعد اذنك دلوقتي انا عند المحور الراسي اللي هو الفيجن بتاعي في الكومباين، تمام، والمحور الافقي اعمله مثلا، اعمله مثلا على صفين، صف اريا والصف الثاني، صف اريا والصف فوليوم، وترسم ايه القيم نفس المنحنيين بالظبط، انت ممكن تجمعهم على فكره من غير ما تعمل. تمام اللي بعده مديني سد ومديني ابعاده، بيقول تشيك ستابيليتي اوفر تيرنينج وسلايدنج،
ومديني ماكسيم الاوبل كومبريشن ستريس 300 كيلو باسكال اللي كنت قايلها لكم في اول الترم الناس تدور عليه تحولها للطن على متر تربيع ازاي، واللي مديني فاونديشن از موست روك فراكشن عشان ده كله عشان يديني الفراكشن ما بين جسم السد والتربه اللي تحتها اللي هي تبقى صخر يعني. مديهاني ميو كام؟ ب 75%. هتتحل ازاي؟ ثواني خلي بالي في حاجه بس تخلي بالك منها، ان السد ده اللي دي مايله. يعني ايه مايله؟ يعني فوق العرض 14.8 والعرض هنا 19.25. يعني دي هتقسم حاجتين اتنين، تقسم مستطيل وتقسم مثلث. ده ماشي يا شباب عشان الناس بس اللي جات لك في الامتحان زي ما هي بس تخلي بالها، دي 14.8 ودي 19.25. يعني ايه؟ يعني دي شبه منحرف، يعني تقسمها مستطيل ومثلث. يا رب الناس تاخد بالها. ماشي، ده اللي حصل بالظبط. بيقول لك الشيك ستابيليتي، اول حاجه قبل ما تجيب الشيك ستابيليتي انت هتعمل تقسم، شوف اللود اللي عندك ايه، الاحمال اللي جايه عندك ايه. اول حاجه هتقسم الشكل اللي عندك ده دبليو هات، اخدت دي مستطيل سميتها دبليو واحد، مثلث سميته دبليو واحد شرطه، وخدت اللي تحت ده عملته مستطيل دبليو اتنين، والمثلث ده عملته ايه دبليو تلاته، وما انساش ضغط الميه الجانبي، وطبعا الابليفت اللي هيحصل لانك كده درسته. الابليفت في سي بيتش هيحصل هنا ويعدي اليمه الثانيه، فيعمل لي ابليفت واعرف ازاي بيتحسن. اول حاجه الدبليو، اي دبليو في الدنيا عباره عن الجامه في الفي. خلي بالك انت واخد شريحه عمودي على السبوره ايه طولها 1 متر. الدبليو 1 الجامه دي خرسانه عاديه طالما ما قاليش ولا قال لي فيها تسليح. هو قال لي انت لو ما جابلكش اي سيره الخرسانه موجوده ونفرض ان هي خرسانه عاديه، الجامه بتساوي 2.2 من 10 طن على المتر تكعيب. طب الفوليوم هو عباره عن اريا في طول الاريا بتاعتك، مثلا دبليو 1 ديت عباره عن 14.8 في طول اللي هو 36.5. معلش الناس تصلح دي بس 36.5. وبعد كده ما انساش اضرب فيه 1 متر عمودي على السبوره. والتمييز اللي يطلع معايا في الاخر طن على المتر طولي. ماشي، ثواني يا شباب. معلش يا شباب هتعطلوا، مش معايا اصلا ولا ايه؟ معاك يا باشمهندس. طيب هو في بس حد كده شكله غريب اول مره اشوفه، مين ده؟ حسين؟ حسين؟ حسين ده مع نفس السكشن يا باشمهندس؟ مع نفس السكشن يا حسين؟ باشمهندس أول مرة تحضر؟ لا حضرت قبل كده سكشنين تقريبا. سكشنين تقريبا بحلهم يا حسين. حلوين. شرح مش عاجبك انا عارف. لا لا والله بسمع التسجيلات كلها. وطبعا ما بتفهمش منها حاجة. ما بفهمش منها ليه يا باشمهندس؟ احنا حلينا في الميد ترم. طب الحمد لله. الحمد لله. نكمل يا حسين. الضغط الجانبي بتاع الميه، طبعا فينا ميه متخزنه ورا السد فبتعمل ضغط جانبي. الضغط الجانبي قيمته اول حاجه غير قيمته الضغط من تحت اللي هي جاما في الاتش. جاما في الاتش طالعه ب 91.75، جاما اللي هي بواحد بتاع الميه بواحد، والاتش اللي هو الارتفاع بتاع الميه 91.75. اركز القوه بتاعت دي في التلت والتلتين، نص القاعده في الارتفاع، نص في 91.7 في الارتفاع بتاع الميه 91.75، يطلع عندك ب 4209 طن على متر رن، لان فينا واخد شريحه 1 متر عمودي على السطوره. طب اخر قوه عندي الابليفت، ده احسبه ازاي؟ ايه الابليفت ده بقى يا سيدي؟ اول حاجه قبل ما احسب ابليفت بجيب حاجه اسمها الاتش ماكسيمم. ايه الاتش ماكسيمم؟ فرق المنسوب ما بين الميه في الاب ستريم والداون ستريم ان وجدت. يعني ما فيش ميه في الداون ستريم، اخد سطح الميه سطح الارض في الداون ستريم. طب لو في سطح ميه يبقى طبعا ايه؟
فرق بين الايه المنسوبين دول. اتش ماكسيمم اللي هي 1.75 ناقص منسوب الصفر ده، فعلا عندي 1.75. ال ال بي اكشوال الطول ده 70 متر ده معطى، وعندي سي بي اكشوال داش احسبها بقى نفتكر تاني، عباره عن ال بي اكشوال على الاتش ماكسيمم، طلعت معايا 76%. ماشي يا شباب، عملت ايه؟ عملت جدول صغير. ممكن في ناس على فكره تقول لك ايه، يقول لك اهم بدل ما تعمل جدول وبتاع، ممكن نحسبها من عمود الميه اللي تحت السد، يعني عمود الميه يعني يقول لك هنا بيأثر هنا ميه ارتفاع كام 91.75، طب هنا بيأثر ميه كام؟ مفيش. يبقى يقول لك هي عباره عن مثلث قيمته ارتفاع الميه اللي هنا اللي هي 91.75 بس مضروبه في جاما بتاعت الوتر تكون 1، مفيش ميه يبقى صفر. طب هنا لو في ميه مثلا منسوبه 10 متر يبقى في هنا كسره كده 10 متر، ده كله يبقى شبه منحرف. لو انت عايز تسرع نفسك يعني، لو انت عايز تحلها بالابليفت ولا شيء، عملت ايه؟ خدت نقطتين 2 نقطه 1 ونقطه 2 في الاخر، واتش ماكسيمم قول لي بقى شويه، وسي بي داش، وايه دلتا اي، دلتا ال اي والاتش ار، طلعت القيمتين دول فعلا طلعت 91.75 هنا وهنا بصفر. فانت مثلا ممكن تاخدها قاعده كده مثلا في السدود بدل ما توجع دماغك وتقعد، بس هنا مش في المساله مش مديني سيف لايف بكام، فانا فرضتها من عندي مثلا ب 15. فانت عشان تريح نفسك وما تخشش الفروض، انت هنا ارتفاع الميه مثلا 20 يبقى هنا القيمه ديت 20، هنا مثلا 5 يبقى القيمه دي 5، وتركز الايه؟ شبه منحرف او الشكل اللي هيتكون عندك. هنا الشكل اللي هيتكون عندي طلع مثلث، تركيزه قيمته كام؟ قيمته القوه دي كام؟ نص القاعده في الارتفاع، نص 70 في 91.75 طلع كام؟ 3211. بالمره واحنا قدام الرسمه نجيب مكان كل قوه وزراع العزم لحد ما اوصل عند النقطه اللي هتعمل لي اوفر تيرننج. طب واحد يقول لي بحدد النقطه ازاي اللي هتحصل اوفر تيرننج؟ انت تشوف القوه اللي تعمل اتزان فين؟ اداه دي بتعمل اتزان. طب في القوه اللي عايزه تقلب المنشا، طبعا الضغط الجانبي ده عايز يقلب المنشا، والابلوكسي ده عايز يرفعه ويقلبه برضه يمين، يبقى انا اجيب الاوفر تيرننج الجسم كله عايز يتقلب كده من الشمال لليمين، يعني راس السهم يمين اهي، تخيلها هي عند نقطة O، فبعمل اوفر تيرننج عند نقطة O بكل سهولة. يعني عملت ايه؟ اول حاجة تشيك سلايدنج، فاكتور السيفت بتاعها عبارة عن ميو سبميشن W على سبميشن E. الميو كام؟ اللي هو الفريكشن ما بين الجسم السد والتربة اللي تحته اللي هي الروك، يديني 75%. الدبليو هات بقى اجمع كل الدبليوهات اللي فوق من اول دبليو داش لحد دبليو 3 على سميشن اي. ايه القوه اللي بتعمل لي ان استابيليتي؟ بس خلي بالك وانت بتجمع الدبليوهات، وانت بتجمع الدبليوهات انت اللي من دبليو 1 زائد دبليو داش زائد دبليو 2 زائد دبليو 3 ناقص قوه الابليفت كله في البسط. طب في المقام اللي هو الضغط الجانبي بتاع الماي اللي هو الارث ده اللي هو ده مقصود بيه الجانبي، طلعت معايا ب 83% اقل من 1 بالنص. فبتشيك اوفر تيرنينج، فاكتور السيفت بتاعك كان سميشن ام ستابيليتي على سميشن ام اوفر تيرنينج. انت هتعمل ام ستابيليتي لوحدها وام اوفر تيرنينج. الحاجات اللي بتعمل ستابيليتي فين؟ طبعا عندي الدبليو هات دي، ما انساش زراع العزم بتاعي اخده صح. الحاجات اللي بتعمل لي اوفر اللي هي ان ستابيليتي بقى، طبعا الضغط الجانبي بتاع الميه عايز يقلب المنشا، والابليفت عايز يقلب المنشا. حسبتها طلعت معايا 6/10 اقل من 2 فهي انسيف. تشيك معلش بس صباح هيك يبقى اوفر ستريس. دي مش اوفر تاني، دي اوفر ستريس. اوفر ستريس بكتب القانون بتاعي الاف 1 2 اللي هو الاجهاد عند نقطه 1 عند نقطه 2 يساوي سمشن دبليو على البي، وفي واحد موجب او سالب 6 اي على البي. واحده واحده سمشن الدبليو، سمشن الدبليو هو عباره عن مجموع الاوزان الراسيه اللي نازل واللي طالع، بس مش مجموعهم يعني اللي نازل نازل واللي طالع طالع. يعني من الاخر لو انت جمعت الحد ده كله هيطلع عندك رقم اللي تحت، يعني مجموع الدبليوهات ناقص الابلفت اللي تحت ده اللي هو سمشن الدبليو. على البي اللي هو العرض بتاعي عرض السد كان كام؟ كان 70.
70. افتح قوس واحد موجب او ناقص 6 اي على البي، البي حطها ب 70 زي ما احنا اتفقنا. الاي بقى الاي عباره عن بي على 2 ناقص اكس داش، اي الاكس داش عباره عن ام ستابيليتي ناقص ام اوفر تيرنج على سمشن اي دبليو، طلعت معايا بسالب 21.5. يعني ايه بسالب؟ انا كنت فارض معناها ان الس يعني ان لل معناها ان الاكس هتبقى يمت القوه اللي تعمل اوفر تيرنج، يعني حاجه اللي تعمل استابيليتي. مثلا انا كنت فارض مثلا هي تبقى في اليمين، لا الاكس هتبقى في الشمال، بس يعني الاشاره دي معناها اللي هي عكس الاتجاه اللي انت فرضته. طب الاي هي عباره عن البي على 2 ناقص الاكس داش، وطلعت معايا الاي 13.5. اشيك الاول ما بين الاي والبي على 6 عشان اشوف هيحصل تنشن ولا لا. البي على 6 طلعت ب 11.6 والاي 13.5، ده اكبر منها يعني اه هيحصل تنشن، هو يبقى هنصير. ثانيا لما اجيب الاجهادات هلاقي فيها قيمه شد يلاب سالب 10، فيبقى عندي هي انصيف. بس بكل بساطه خالص اخر مساله خالص. وهندسه الفاكتور اوف سيفتي بتاع السلايدنج وبتاع الاوفر تيرنينج كام؟ اللي انا بقارن بيه واحد ونص ولا اتنين؟ عشان اتنين في الاوفر تيرنينج وواحد في السلايدنج. ومفروض السلايدنج بيوصل من اوقات الناس بتوصل واحد وربع واحد ونص، بس اللي شغالين بيه السنه دي واحد يعني. تمام ماشي تمام. مهندس هو السالب ده معناه ايه؟ يعني السالب ده هو معناه بتاع الاكس ولا بتاع اكس داش ولا قصدك بتاع ايه؟ سالب بتاع ايه بالظبط؟ بتاع اكس داش. بتاع اكس داش معناها ان مش ام ستابيليتي ناقص ام، السالب ديت جت منين؟ ان الاوفر تيرنج اكبر من الستابيليتي. معناها يعني لو انا فارض مثلا انا فارض مثلا ان الاكس داش جايه في المكان، يعني مثلا انا مثلا مكان تركيز القوه اللي تعمل ستابيليتي انا فرضها في اليمين، والقوه اللي تعمل لي اوفر تيرنج طلعت مثلا في الشمال، لا الاكس داش هتبقى يمه الاوفر تيرنج. معناه ان الاوفر تيرنج غالب عن الام ستابيليتي. تمام. وبتحطها هنا في وبتحطها هنا بالقيمه بس. ليه؟ لان عايز اجيب قيمه الاي، عايز اجيب القيمه اللي هي لو انت رسمت اللي هي الكور اللي انت بتحطوه هنا كده، عايز اجيب قيمه الاي. هو عباره عن البي على 2 اللي هو نص العرض بتاع القاعده بتاعت السد ناقص الاكس داش. ماشي. يعني انا بفرض يا باشمهندس مكان الاكس داش ده يمين او شمال؟ لا يعني معلش على فكره الاكس داش ديت بفرضه يعني هطول الخط ده كده وتاخد مثلا هنا زي نقطه او، والاكس داش هتعكس اليمين الثانيه، يعني الاكس داش المفروض تعكس اليمين عشان اللي هيبقى في الشمال ده اللي هي قيمه الاي. معلش هي معكوسه بس. تمام. اخر حاجه اللي هو بيقول لي ارسم لي الابليفت. بكل بساطه بيقول لي درو الابليفت بريشر دايجرام اون ذا داتا بيس، زي ما احنا قلنا مديني بقى مناسيب ومديني عروض ومش عارف ايه وكلام من ده. كل اللي احنا هنعمله خالص زي ما احنا قلنا كده، طالما ما ادانيش سي بلاي ولا اي حاجه ولا فلونت، الناس برضه ما توجعش دماغها في فلونت، طالما ما حددتش الطريقه ولا اداني سي بلاي، انت بكل بساطه هتقوم ده كام؟ هري منسوب هنا كام؟ 45 ناقص 0 45. جاما في الاتش 1 في 45. طب وهنا جاما في الاتش ب 10، يبقى هنا عباره عن شبه من حالف اوله 45 واخره 10، زي ما هو مرسوم كده. بس كده. عايز تعمل بقى بسي بلاي هتعمل بقى ايه؟ ديتم وتدخل، خلي بالك هنا هيبقى في فرق الزد، فخليك في ايه؟ بالاسهل ده. هم مش عايزين في ده، قال لك درو، ما قالكش كالكوليت. ولو جت حاجه ان شاء الله في الامتحان عن السدود دي اللي مرجحه تيجي، اللي هي بتاعه التشيك ستابيليتي. ماشي يا شباب؟ حد عنده اي استفسار؟ حظ الناس بقى اللي موجوده، يعني اولا السكشن ده هديه انا مني للايه؟ الناس كلها، يعني سواء اللي حضر او اللي ما حضرش كله هيتاخد ايه النهارده حضري باذن الله يعني.
طب انا الهديه دي ما ينفعش تتحط لي في السكشن اللي فات؟ هنشوف لو هنظبط الدنيا مع بعض. بس اولا اللي فاتح ريكورد بس يقفل معلش.